تحية كبيرة جدا للأخوين المثابرين أو للإخوة الذين ثابروا في تنظيم هذه الزيارة، الأخ دكتور مزمل، الأخ الكريم والصديق العزيز ضياء بلال، ودكتور خالد التجاني، وأخونا عادل الباز، وأخونا برضو المختص أخونا عيدروس أسامة، كلهم أصدقاء أعزاء. أنا أفتكر والله واحدة من الحاجات اللي يشكر عليها أولا هذا الوفد، والشيء الثاني نحسيبه طوالي في إطار الثناء على الفريق البرهان. نحن واحدة من المشاكل اللي كنا بنقول إنه في جسور متقطعة ما بين صانع القرار الرئاسي أو السيادي والرسمي، وما بين المنابر الإعلامية الفاعلة، مش أي منابر إعلامية. الأخوان ديل معروف تأثيرهم، معروف حتى يعني جهدهم بتاع المعلومات، وجهدهم بتاع الأخبار، وجهدهم بتاع التحليل. أنا متأكد تماما أنه هذا اللقاء سيكون له ما بعده إعلاميا، يعني أنا متأكد تماما أنه بعد يومين ثلاثة هتتدفق كمية من المعلومات، خاصة أنه أخونا مزمل من المتخصصين في الجانب من المصادر المهمة جدا في المصادر الإخبارية المهمة، وأخونا ضياء برضو من المصادر المهمة جدا في العمل التحليلي. أنا متأكد تماما أن نتائج هذه الزيارة إعلاميا ومعلوماتيا وتحليلا حيكون في ثراء في الساحة وفي الفضاء الإعلامي من قبل هؤلاء الإخوة. الفريق البرهان تأخر حقيقة في تعبيد الطريق بينه وبين الأسماء الصحفية والمؤسسات الإعلامية والوفود الإعلامية المختلفة، وانا افتكر انه ده برضه كونك تيجي متاخر خير من ان لا تاتي. برضه افتكر انه الموضوع ده ما يتوقف فقط في حدود هذه الزياره، وانا اتمنى انه العلاقه ما بين مكتب الفريق البرهان وما بين هذا الوفد اللي هو موجود في عواصم مهمه جدا، فيها كثير جدا من المنابر وفيها كثير جدا من القدرات التاثيريه، انه اللي غدا يكون له ما بعده، وحتى الاخوان ديل يتم الاعتماد عليهم في انهم هم يكونوا قناة الصلة ما بين المعلومات السياسية والاستراتيجية والعسكرية وكذا، وما بين المواطنين، يكونوا هم أداة التوصيل، وأن يتوسع مكتب الفريق البرهان والقائمين على أمر الفريق في أنهم ينشئوا المزيد من القنوات بتاعة الاتصال. شفنا برضو قبل كده الوفد بتاع القاهرة برضو مشى، وإن كان في إطار ورشة، لكن أنا أفتكر أنه برضو قنوات التواصل دي يجب أنها تتسع والناس يستزيدوا منها، ومش في عواصم المهمة الدوحة والقاهرة، حتى الإعلاميين في لندن، الإعلاميين في بقية الدول الأوروبية وكذا. أنا أفتكر أنه ولأنه أنت بتتكلم عن الإعلام ده، بتتكلم عن سلاح في المعركة، يعني الليلة بس الثلاثة أربع معلومات اللي ملأت الفضاء من خلال هذه الزيارة أو بأثر هذه الزيارة ولقاء الفريق البرهان، أنا أفتكر تحدث يعني فارق كبير جدا في كثير جدا من المعلومات والتفاصيل. فهذا يعني هذا جهد يعني لابد أن نثني على الذين على الأطراف الاثنين، أخواننا الإعلاميين والأخ الفريق البرهان، ويا ريت الفريق البرهان يعبد ويجسر المسافة بينه وبين هذه المؤسسات الإعلامية وبين هذه الأسماء الإعلامية. نعم.